السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هفتح مشروع وسيفه كنفس وركس، وبعد كده هفتحه على نفس وركس واشوف ازاي لو في مشكلة اقدر اشوفها في الريفت. تمام، فخلينا نفتح اي مشروع وليكن مثلا الملف دوت اللي هو جاي مع الريفت اوتوماتيك. عشان اصدره لنفس وركس اكون موجود في 3D بالشكل دوت، وبعد كده هقول له من ادنس انا عايز اعمل تصدير للشغل بتاعي نفس وركس، وهقول له صدره لي مثلا على الديسكتوب. هدخل هنا في السيتنج تبدأ تشوف الاعداد بتاعتك. في مثلا ملفات عايز تحولها، في عايز تحول كل الاليمنت، الكوردينيت هتخليها مثلا بروجكت. طيب بعد كده اقول له سيف، هيسيفه لي كان دبليو سي. ان دبليو سي ده الملف اللي بيخرج من قلب الريفت للنفس وركس. النفس وركس ممكن يقبل الريفت ار في تي اوتوماتيك، بس لما بتشتغل بال ان دبليو سي بيكون افضل. انت بتحتاج بس كل ما تعدل حاجة وعايز تشوفها على نفس تركز تعمل اكسبورت تاني لل NWC.